السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه احبائنا متابعين قناة سعيد الوان الطبع؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية معانا طبعة الكانون 3430. هنشرح ازاي نشبك الطبعة على الواي فاي، وهننظف ازاي الرؤوس الداخلية الخاصة بالطبعة، وهناخدكم كمان للابليكيشن الخاص بالطبعة، وازاي نقدر ان احنا نستخدم الابليكيشن، ونشوف في السيستم بتاع ازاي نطلع الفحص بتاع الرأس، وازاي نفرغ الهواء من المواسير بحيث لما نشوف الحبر ردد لورا نفرغ الهواء خالص، بحيث ان الحبر يطلع من الرؤوس من الخزانات يدخل داخل الرؤوس. يلا بينا نتوكل على الله. بسم الله. مبدئيا كده اول حاجة بنعملها بندخل على الواي فاي بالشكل ده، كده بيجي لي اسم الطبعة. طبعا اول حاجة بنضغط على الزرار ده علشان نفعل الخدمة، عشان يظهر لي السيستم الطبعة. تمام، انا مفعل الطبعة قبل كده على الشبكة عندي، ومنزل فيديو توضيحي ازاي نشبك الطبعة. طبعا نضغط مستمر كده بالشكل ده، نقفل الواي فاي شغاله تاني، بس اعمل اعادة ضبط لان انا كنت معرفها قبل كده، فهعيد الشرح من جديد. عند الطبعة ظهرت عندي هنا اهو، بندخل عليها كده، هو بيقول لي هنا نو انترنت. طبعا مفيش انترنت، دي شبكة الطبعة نفسها. واحدة واحدة مع بعض، الامر سهل وبسيط. وبعدين نقفل، هو بيقول لي هنا الشبكة ديت واثق فيها، اقول له اكيد بس تستمر، ونقفلها وننزل ابلكيشن كانون برنت. نفتح الابلكيشن، طبعا انا كنت شغال عليه قبل كده، هقفله وافتحه من جديد بالشكل ده. اوكي، طلب مني الموقع. اوكي، اون ذيس تايم، ونكمل. هيعمل بليز ويت، منتظر. هيطلب مني الشبكة عشان لازم يكون عندي متوفر الراوتر بحيث ان انا اشبك عليه. هو ظهر عندي هنا دي الشبكة بتاعتي. يس، هو هيجيب لك عندك مجموعة الشبكات، او الشبكة بتاعتك هتظهر اوتوماتيك على طول تشبك عليها، لان كنت شبك عليها قبل كده فظهرت لي بسرعة. حط الباسورد بتاعك وتكمل التسطيب، هيجيلك النقطة دي، تسيبها شغالة خالص ونتابع. ده كله انا بعرف الطبع على الشبكة، بحيث ان انا لما اجي اطبع من الهاتف تطبع معايا بسهولة، والابليكيشن يدخلني على سيستم الطبع. يعني سيستم الطبع برضو دي عشان ادخل على الضبط وباقي سيستم الطبع ده كله هتشتغل عليه من التليفون، سهل خالص. اللي اذا كنت انت معرف مثلا الطبع على الكمبيوتر تدخل على السيستم بتاعها من الكمبيوتر، فالوضع دلوقتي سهل في التليفون، كل حاجة ممكن تظبطها من التليفون. احنا كنا قايلين قبل كده ان احنا لو عندك الرؤوس كانت ناشفة ممكن تحطها في اي محلول اسيتون او شوية مياه حار وترجها بايدك، بحيث ان انت تعيد تشغيل الرأس من جديد. دي طبعا اللينك بتاعي. اوكي، الشبكة بتاعتي تمام. دخلنا على كلاود الطبعة، عشان انا شبك عليها قبل كده، فتح لي التطبيق. انت مجرد ما تحط الشبكة بتاعتك هيعمل لك علامة صح ان انت اتصلت اوريدي، خلاص وجاب لي الرسالة دي علشان انا كنت متصل عليها قبل كده. طيب احنا كده خلصنا المرحلة دي، كده شبكت الطبعة بتاعتي على الراوتر. عند الراوتر اهو الراوتر بتاعي اللي شغال هنا، انا كده مش شغال على شبكة الطبعة، كده شابك على الراوتر بتاعي عادي زي ما انا. تمام، بالتالي الطبعة تظهر اوتوماتيك، يعني تفتح الملف تطبع عادي معاك. انت عايز تطبع اي حاجة الفوتو اهو،
او عايز تطبع مثلا اي حاجة عندك من الواتس او اي حاجة، تعمل مشاركة على التطبيق هيفتح لك البرنامج للطباعة تطبع على طول. طيب خلصنا النقطة دي، شبكنا الطبعة بتاعتنا وامورنا تمام على التليفون، ندخل على المرحلة التانية. طبعا اوضح اسم الطبعة وهي سيستم الطبعة. بندخل هنا نضغط على الطبعة نفسها بالشكل ده، هنا علامة الضبط طبعا واضح من المفك والسكروب اللي موجود، بيدخلني كده على سيستم الطبعة كل شيء. طيب انا عايز ادخل على الضبط، بدخل هنا على الضبط اهو بالشكل ده، واطلب مني هنا عايز يقول لي انتر باسورد للادمن. اجيب الباسورد منين؟ في ظهر الطبعة طبعا، في عندي هنا سيريال، بنحط السيريال كده كي بي، كله طبعا كابيتال زي ما وضح وزي ما هو متوضح، هنحطه بشكله 1 9 0 1 6. انا اخدت الباسورد بتاع اللي هو من الطبعة، دخلني هنا على سيستم الطبعة. عندي هنا نزل شيك ده وعايز بيطلع لك الفحص، هنا الكلين لو انت عملت كلين من يدوي، وده كلين من الكمبيوتر قدام اهو. ديب كليننج ديت بيديك قوة في الطباعة، بيضخ الحبر بشكل أقوى داخل الرؤوس بحيث يعمل تنظيف أعمق للرؤوس. طيب هنا عندي هنا برينت هيد، وفي هنا ريبليس، هنا الرول يمسح لك يعمل لك تنظيف للرولات. يعني مثلا لو اخترت أنا فرخت الهواء خلاص، عندي ريبليس إنك، ريبليس إنك برينت هيد، ده هيطلع لك الحبر من الخزان داخل الرؤوس، هفرغ لك اي هواء موجود في المواسير هنا هتتفرغ معاك، لو ضغطت عليها هتتفرغ معاك، فاهم؟ انا كنت عامل لها قبل كده، فمش عايز اديها عشان ما استهلكش الحبر بتاعي. ممكن انا استخدم مثلا عشان كتجربه اعمل الرولر كليننج، بس هيعمل لي تنظيف للرولات عندي هنا، دي اللي ممكن اقدر استخدمها معايا. وهنا كاتب لي كلينج زالور، بس ده كل ما يخص الطبعة. طبعا طبعا ممتازة جدا في الطباعة، هي محتاجة بس طباعة بشكل باستمرار بحيث ان الرؤوس الداخلية ما تنشفش. ما تسيبش الطبعة اكتر من اسبوعين او اسبوع مثلا من غير ما تطبع عليها، لازم تطبع عليها باستمرار عشان تحافظ على الرؤوس، والطبعة دايما تكون شغالة في الكهرباء، لازم تفضل شغالة في الكهرباء بحيث ان هي تقلل معاك جفاف الرؤوس الداخلية. وطبعا مش هتمنع المشكلة، يعني مش هتمنع معاك المشكلة، لكن هتقلل معاك المشكلة بتاعت جفاف الرؤوس الداخلية. تمام، طبعا بتطبع 3100 ورقة، ما شاء الله طبعا ممتازة، فيها واي فاي طبعا من الجوال، فيها سكانر تصوير، بننصح بيها برضه مفيش أي مشكلة، بس لازم ناخد بالنا من نقطة إن الرؤوس الداخلية لما بتجف طبعا لو جفت معاك خالص ومحتاج رؤوس تانية بديلة هيبقى صعب ان انت توفر الرؤوس البديلة. فمن الاول تكون عارف كل حاجة عن الطبعة بتاعتك. يبقى هنا انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسنوش بالمشاركة وتعمل لنا اللايك الجميل بحيث ان غيرك يقدر يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.